حمامة دي هتدعي لك والله. حط الطوبة دي معك ناحية قبلك ده شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال. فيديو جديد من عند الحمام، والنهاردة جايب لكم مكون مهم جدا 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 من الحاجات الطبيعية، الحاجات الجميلة، من الأعشاب، من البذور. مكون بصوا يعني ضروري جدا جدا للحمام، لصحة الحمام. الناس اللي بتشتكي من موضوع ترويق البيض، الناس اللي بتشتكي من ضعف الإنتاج عندها، استخدموا المكون ده واستمروا عليه طول السنة. أيوة طول السنة، ومش هتندموا والله. من الحاجات الجميلة بجد اللي فرقت معايا جدا في مشروع الحمام عندي، واللي بتزود بجد معايا الانتاج بطريقة ملحوظة جدا. طبعا انتم بتشوفوا عندي الانتاج بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الحمام عندي بيلحم العش في العش طبعا بفضل الله اولا واخيرا، ثم فضل الحاجات اللي انا بعملها هوريكم دلوقتي. بس في الاول انا عملت ايه عند الحمام؟ طبعا عشان احنا عارفين ان اليومين دول حر شديد جدا جدا يا جماعة. فالحمامة دي بصوا فوق منها، بصوا انا طبعا مغطية السقف، انتم عارفين انا عاملة سلك في السقف، وحاطة فوق السلك سجاد كده ومشمع. فلو تلاحظوا بصوا السجادة دي يعني سحفت شوية. فطبعا استعنا بصديق استعنا بمجدي ابني، هيطلع بصوا دلوقتي هيعملها. قلت له اطلع حاول بس تسحف كده كل حاجة، هوريها لكم دلوقتي قدامكم مباشر. بصوا اهو بيسحف السجادة الناحية دي، سحفها شوية تاني. حط الطوبة دي معك ناحية قبلك ده شوي. أيوة الحمامة دي هتدعي لك والله. طبعا يا جماعه لان الحمامه دي بصوا نايمه في الشمس، تعتبر الشمس بتبقى عموديه عليها في فتره الظهريه دي بطولها، فكان لازم اعمل كده. خلوا بالكم برضو لازم تركزوا مع الحمام ده يا جماعه، فايده المتابعه. طبعا كده تعتبر خلاص السجاده غطت المنطقه كلها من الناحيه القبليه ومن الناحيه الغربيه، فكده تمام. انزل بقى بالروح كده خلاص تمام. انا بوريكم اهو بصوا اهي السجاده تعتبر قفلت الحته دي خالص، الحته دي كلها اتقفلت خلاص، ما عادش نازل منها شمس نهائيا. طبعا دلوقتي احنا انا دلوقتي اخر النهار، لكن ده في اول النهار يا جماعه بيبقى واضح جدا، والشمس بتبقى عموديه يعني في فتره الظهريه كده الشمس بتبقى عموديه على الحمام. طيب نيجي بقى للمكون اللي انا قلت لكم عليه، المكون اللي انا مش بستغنى عنه طول السنه، بذور البرسيم يا جماعه، او زي ما انتم شايفين كده بذور البرسيم بتبقى بالشكل ده. بصوا اهي بتبقى بالشكل ده، لونها تحسوا ان هو يعني مصفر كده محمر كده يعني. اكيد برضو يعني اخواتنا الفلاحين عارفين بذور البرسيم كويس جدا، واكيد ملهاش اسم تاني برضو في الدول العربية، برضو اسمها بذور البرسيم. بتتباع فين؟ بتتباع عند اي محل بيبيع محاصيل زراعية او عند العطار. انا جايباها من عند العطار عادي، ما تحيروش نفسكم. بحط منه للحمام بالشكل ده، بحب احط للحمام زي ما انتم متعودين معايا، بحب احط للحمام البذور اي نوع من انواع البذور بحب احطها له كده وهو جيعان. بيبقى لها فوائد كتير جدا طبعا، بيستفاد طبعا زي ما قلت لكم ان جسم الطيور، جسم البني ادم، اي جسم كائن حي اول حاجه بتدخل جسمه في اول اليوم اكتر حاجه بيستفاد منها، او بمعنى اصح لما يبقى الجسم جعان في حاله جوع وتيجي بيجي ياكل، اول حاجه بتدخل جسمه هي دي اكتر حاجه بياخد منها الفايده. فانا بحب احط البذور للحمام وهو جعان عشان ياخد منها ايه الفايده. دي نقطه. النقطه الثانيه ان طبعا في حمام بيبقى بيتدلع، يعني بمعنى اصح مش بيحب طعم البذور، مش بيحب بيتدلع على الحاجه دي، بيتدلع على الحاجه دي. فالحاجه اللي انا عايزه اعوده عليها ان هو ياكلها بحطها له وهو جعان. واخدين بالكم؟ يا رب بس اكون قادره افهمكم او قادره اوصل لكم الفكره يعني. تمام كده. طيب فايده بذور البرسيم ايه؟ مخلياكي بتقولي فيها شعر يعني. بذور البرسيم يا جماعه فيها نسبه عاليه جدا من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز والزنك، وماده اسمها البيتا كاروتين. البيتا كاروتين دي بتتحول جوه جسم الطير لفيتامينات زي فيتامين ا،
بقى فيتامين ب، فيتامين ج، فيتامين ه، طبعا فيتامين الف عارفين جدا، عارفين ان هو مهم جدا جدا للابصار وفي عمليه التخصيب، وفيتامين ج طبعا عارفين ان هو بيزود المناعه، وفيتامين ه اللي بيزود القدره في التخصيب. كمان فيه نسبه عاليه جدا من البروتينات، وانتم عارفين طبعا ان احنا محتاجين بروتينات في الوقت ده علشان موضوع تغيير الريش وموضوع القلش. الفيتامينات او البروتينات اللي موجوده في بذور البرسيم اعلى كمان من اللي موجوده في القمح وفي الذره. تخيلوا بقى، كمان بذور البرسيم يا جماعه يعتبر فاتح شهي ممتاز من الدرجه الاولى، وبيساعد في علاج المفاصل من الالتهابات، وكمان فيه مضادات اكسده ومضاد للسموم. كمان فيه نسبه عاليه جدا من الحديد، واحنا طبعا عارفين الحديد ده بيقاوم الانيميا عند الحمام، ومهم جدا جدا في موضوع الريش. الريشه لما بتطلع كده بتبقى محتاجه يا جماعه برضه الحمام يبقى عنده نسبة حديد عالية، ونسبة الحديد اللي بتبقى في بذور البرسيم يعني في نسبة عالية جدا، بتزيد عن النسبة اللي موجودة في الكرنب 13 مرة، واللي موجودة في الخس 11 مرة. تخيلوا بقى. كمان يا جماعة بيزود القدرة الإخصابية لدكورة الحمام، وده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه أو الموضوع اللي احنا يعني متكلمين فيه مخصوص في الفيديو ده للناس اللي هي بتشتكي من ترويق البيض في الفترة دي. حطوا بذور البرسيم باستمرار طول السنة وما تقلقوش خالص، ملهاش طبعا أي أثر جانبي لأن دي حاجات طبيعية. والصراحة حماتي كانت دايما تنصحني بالموضوع ده، كانت دايما تحط للحمام عندها بذور البرسيم، وكان الحمام بسم الله ما شاء الله كان انتاجه زي الفل. المهم بقى كمان بذور البرسيم يا جماعه فيها حاجه مهمه جدا جدا بتدعم الكالسيوم. الناس كتير طبعا بتشتكي ان الحمام عنده كساح، الحمام الزغاليل الصغيره رجليها مفرشحه كده او رجليها بعيد عن بعض بمعنى صح، ده طبعا بيبقى بسبب نقص الكالسيوم. طبعا الحمام اللي هو بيبيض وبيقعد فتره كبيره برده ما بيبيضش او قطع بيض برده ممكن بيبقى عنده نقص في الكالسيوم، لان انتم عارفين لما الكالسيوم بينقص بيأثر على قشرة البيضة. طبعا ممكن برضو ناس تشتكي من قشرة البيضة البريشت، قشرة البيضة ضعيفة، ممكن في بيض بيتولد بيتبض من غير قشرة خالص. كل الحاجات دي سببها نقص طبعا عنصر مهم اللي هو عنصر الكالسيوم. طب هتردوا عليا مثلا، او حد هيرد عليا يقول لي طب انا بحط كالسيوم مش قاطع الكالسيوم، بحط تحديق وبحط الحاجات اللي انت بتحطيها دي كلها، بس طبعا مش بنحط حاجة يا جماعة. تاخد الكالسيوم كده وتنقله للعظم، توزعه للعظم، توزعه لجسم الحمام بمعنى اصح كله. لازم حاجة تدعم الكالسيوم او تعزز امتصاص الكالسيوم في جسم الطيرة، حاجة مهمة جدا. بذور البرسيم فيها فيتامين مهم جدا اللي هو فيتامين كاف. فيتامين كاف ده بيساعد الكالسيوم ان هو يتوزع بشكل كويس في جسم الطيرة، والطيرة تستفاد من الكالسيوم اللي احنا بنديهولها طبعا في صورة، ان كان في صورة علاج كالسيوم. طبعا احنا قلنا قبل كده طبعا العلاجات اللي هي بتبقى كالسيوم في منها البشري وفي منها البطري، وطبعا برضو في ان كان في الاكل او في التحديق او في الخلطات اللي احنا بنعملها. فطبعا مهم جدا جدا ان احنا ندي حاجه تدعم الكالسيوم زي ما قلنا. وبذور البرسيم فيها فيتامين كاف، فيتامين كاف من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بتساعد في امتصاص الكالسيوم، وكمان في منع النزيف. يعني لو حمام مثلا عندنا يعني حمام متعور لاي سبب من الاسباب بقى، مهم جدا ان احنا نديله فيتامين كاف، لان فيتامين كاف بيساعد على منع النزيف. تمام كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى تكون استفدتم من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة، ولو استفدتم من الفيديو ياريت ما تنسونيش بدعوة حلوة. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.